تروح كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. العام الهجري الجديد ربنا يجعله عليكم خير، عام خير ويوم وبركة وسعادة ونعيم وأمن واطمئنان وسلام، وعلى العالم أجمع بكل أطيافه وكل شعوبه وكل أديانه. أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يكلل جهود الأمن والسلام اللي بيقوم بيها المخلصين في العالم علشان يساعدوا المحتاجين في كل مكان في العالم. وإحنا بننهي عام بنبدأ عام، نتذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من الكرم نفسه، فإن في آخر شهر هو شهر ذي الحجة أعطانا فيه سبحانه وتعالى 10 أيام هم أفضل أيام العبادة في السنة، والفجر وليالي العشر، وأعطانا في 10 أيام دول يوم من الحجة اللي هو يوم عرفة، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم سنتين، سنة مضت وسنة لاحقة إن شاء الله. وبعدين ربنا يذكرنا في بداية العام الهجري الجديد باجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر من محرم، لما المصطفى صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وجد الأنصار يحتفلون بيوم العاشر من محرم، فلما سألهم لما تحتفلون بهذا اليوم فقالوا إن اليهود بيحتفلوا في هذا اليوم، وده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه عيسى بن عمران من الغرق في البحر. فعلى طول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كلمته الخالدة: نحن أولى بموسى، فلنصوم يوم العاشر. وجمع شيء من يعني أن نختلف، مش نختلف، أن احنا يعني نتباين مع الآخرين، فنصوم التاسع والعاشر من محرم أو العاشر والحداشر ويحتفل بيوم نجاة موسى عليه السلام الذي قاوم الظلم والطغيان والألوهية التي تأله بها فراعنة مصر إلى آخره، لكي يقف للعالم كله ويقول نحن أولى بموسى ونحن أولى بعيسى ونحن أولى بإبراهيم ونحن أولى بأيوب ونحن أولى بيعقوب ونحن أولى بداود ونحن أولى بسليمان إلى آخره، عليهم الصلاة وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه هذين الأمرين مهمين جدا بالنسبة لنا كمسلمين، كيف ننهي عام ونستقبل عام آخر. وأتمنى أن احنا أمة المليار وستة من عشرة أو المليار وسبعة من عشرة نستشعر آلام وأمال ومعاناة 70% من اللاجئين في العالم اللي هم بيمثلوا العالم العربي والعالم الإسلامي، ونستشعر آلام وأمال وأحلام مئات الملايين من الفقراء والمساكين